احتفلت مدينة السلام مدينة بيت لحم باستقبال غبطة بطريرك القدس للأرمن الأرثوذكس والأردن والأراضي المقدسة نورهان مانوجيان، وذلك بحضور عدد من الكهنة الأرمن وبحضور رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ سلمان وأعضاء المجلس البلدي ومحافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري وقائد المنطقة العميد ركن سعيد النجار ومدير شرطة بيت لحم ومستشار الرئيس المهندس زياد البندك وعدد من الشخصيات الاعتبارية وأبناء الطائفة الأرمنية. ونتمنى خير لكل العالم بهالعيد المجيد. الله يفتح بوج العالم كله، يوقف الحروب بقى ويصير خير وسلام إن شاء الله. شكرا لكم. تقدم من أبناء الطائفة ومن البطريرك بأحر التهاني سائلين المولى أن يعيد هذا الميلاد في العام القادم، وقد تحققت أمان شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة. ورسالة السلام اللي أتت بميلاد السيد المسيح أن تقود العالم إلى السلام العادل في جميع أرجاء العالم، بحيث أنه يحل السلام ويكون المجتمع العالمي بيعيش ضمن مفاهيم العدالة الإنسانية والكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع الشعوب. نتمنى أنه يحل السلام في السنة هاي كمان، ومنعيد على الجميع وعلى كل إخواننا المسيحيين في كل الشتات، ونتمنى نشوفكم السنة الجاية عندنا في بيت لحم كمان، اللي يكون عدد الأرمن متواجد أكثر في مدينة بيت لحم، وكل عام وانتم بخير. حيث شهدت ساحة كنيسة المهد استقبالاً لغبطة البطريرك مع عزف لفرق كشفية أرمنية نالت إعجاب الحاضرين والمحتفلين. وبعد الاستقبال الحافل توجه الموكب إلى مقره في دير الأرمن داخل كنيسة المهد، حيث قدم غبطته كلمة معايدة للحضور وأثنى على دور دولة فلسطين فيما تقوم به لصالح عملية الترميم داخل الكنيسة، وشكر رئيس بلدية بيت لحم على الاستقبال. سوبر جيمرا يب أستر أبلغ جوابك نميتشب أسيغة زي حيون مياك بلاب أغوتك بلور جمالك نو خاغاوتون يب سير ورمان أسيبور كمارتنك بور إيراغانا نايستاري يب مسان قصبات غلسة ميسانة يب خاغاوتون قدرابدة سوبر جيمرا. كما ورحب الأستاذ سلمان بغبطته وقدم بطاقة معايدة للطائفة الأرمنية، وأشار إلى أن مدينة بيت لحم هي عاصمة الميلاد، متمنياً أن يحمل العيد القادم السلام للوطن والعالم أجمع. للنورسات مارلين الحدوة من دير الأرمن بيت لحم.